السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي هذا، كما وعدتكم عرفتوا هاد الجلابه هي اللي كنت بينت لكم فاش رومت لكم الجلالب. قلت لكم هذا هو حد الثوب، راه باقي غنفصلو وغندفعو المولات الرباطي. انا هاد الرشمه ملي صيفطتها ليا السيده ديالها، خصكم تعرفوا كيفاش تخدموا مع الكليان ديالك. دابا هاد السيده ملي صيفطت ليا هاد الرشمه في التليفون في الواتساب، قالت لي هاد الرشمه عندي انا المعلم اللي كنتقدم من عنده الحرير وداكشي، واوميم طون اللي حسن حظي عنده الكمبيوتر وحتى مولات الرباطي اللي كنخدم معاها. صيفطت ليها الرشمه، قلت ليها هاد الرشمه ديالاش؟ قالت لي هادي كمبيوتر ولكن انا كنخدمها وهي كانت غتخدمها ليا بنقص الثمن على الكمبيوتر. ولكن بيني وبينكم الا جيتو تشوفوا شكون اللي كيتقن اكثر، الكمبيوتر كتحطي الرشمه كما كتعرفوا، راه الفرق بين الرباطي والكمبيوتر هو ان الكمبيوتر كتحطي الرشمه كيحطها لك كما هي. بارك الله على مولات الرباطي، راه كاينين الفنانه اللي كيحطوا لك الرشمه كما هي، حتى مولات الرباطي اللي كنخدم معها مزيان. ولكن مادام الرشمه ديال الكمبيوتر، علاش انا ما غندفعهاش في الكمبيوتر؟ وهذا هو الفرق بين الرباطي والكمبيوتر. كما كانت الرشمه بالقياسات كما كتكون، حيت هو راه يعني مبروغرامي على واحد القياس كيحطها لك. يعني راه كما شفتوا واحد الاخت في القناه ديالها يعني دارت الاشهار للكمبيوتر بزاف، ومشات حتى للمحل ديال الكمبيوترات وشافتهم. ها نتوما هاد الرشمه درتها انا، راه اكيد نتوما غتصادفوها. وهاد الرشمه اصلا خدمه المعلم، اما هاد الكليانه ديالي ما بغاتش تخدمها خدمه المعلم، غادي نخدموها لها براندا كما صيفطت لي هاد الموديل باش نخدموه يعني بالطرز. وصيفطت لي الموديل اللي بغاتو في الراندا، وانا وعدتكم بان اي حاجه نزلت عندي ان شاء الله في ايديه غادي نشاركها معاكم. هي هذه دابا هاد انا وريتكم الخدمه ديالها، ها الكميم ديالها كيفاش كيجيو حسب الاختيار ديالك. هذا الكم درناه بحال هكا، ولكن تقدري ديري نتيا غير ورده في الكم وورده هنايا الوسط وديري سلته سلته على حسب الاختيار ديالك شنو بغيتي. انا السيده الكليانه ديالي طلبت لي ان الكمام يكونوا بحال هكا، يعني صيفطت لي الموديل وقالت لي الموديل بغيتو بحال هكا تماما، حتى حنا حطينا هنيها كيف بغينا حنا، راه الاشاره للزملاء ديالنا. ودابا ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الجلابه بكل شيء اللي فيها. يعني كما وريتكم دابا الطرز، اعتذر ما شاركتش معكم في صاله، ولكن المره الجايه ان شاء الله غنبدا معكم الجلابه من الاطل زاد. غادي نبدا معكم الراندا ديالها ويعني والمراحل كيفاش انت توفقي باش تخدمي واحد جلابه بواحد السرعه، يعني المراحل اللي تتبعي انتيا. ان شاء الله كما شفتوا دابا الفرق بين الرباطي والكمبيوتر، دابا ان شاء الله غادي ندوزو للراندا. كما كتشوفوا البنات دابا كما كتشوفوا انا نشبت الامام بوحدو. كنبدا اول بدايه ملي كتبغي تخدمي الجلابه ديما كتخدمي الامام بوحدو وكتشوفي شنو فيه. الا كان فيه نص طوق كتخدمي نص طوق، الا كان فيه سلته كتخدمي سلته، ما كديريش المونتاج ديال البياسه هي الاولى لحقتاش كتكون ثقيل عليك ملي كتكوني كتخدمي في الامام. دابا ها نتوما غتشوفوا نبداو اول حاجه السلته الاولى بناء الغرز. بناء الغرز حنا هذه لانها مشارجيه من الامام، يعني فيها الزواقه في الامام في الصدر، يعني غنديروا ليها غير سلته ديال 8 الغرزات. بناء الغرز هيا راه كلشي كيعرفها، من الاحسن انا كندير لكم تذكير. كما كتشوفوا البنات من بعد ما كملت 8 الغرزات في بناء الغرز، دابا غناخذ من الجهه الاخرى الثوب وغادي نديرو
الكوزه ديال 8 الغرزات. راه انا غادي نعاود نخدم معاكم الكوزه باش تعرفوها ها نتوما كيفاش كندير. وكنخدم هاد الغريزه هنايا وكنمشي نخدم العوينه الاخرى باش يكون عندي بحال البدايه بحال النهايه. ها نتوما دابا كنخدم الغرزات الجولي 8 عاديين حتى كنرجع للجهه الاخرى عاد كنبدا الكوزه ديالي. ملي كتبغي تخدمي الكوزه ديال 8 الغرزات شنو كديري؟ عندك 8 كتخدمي 3 وكتضربي في الرابعه كتنقزيها. يعني انا خدمت 3 الغريزات والرابعه غادي ننقزها وغيبقاو لي 3 من بعدها. عاود ملي كنرجع كنعمر هذيك الغرزه اللي نقص، يعني كنعمرها بجوج، كنرجع العوينه ديالي اللي حيدت. وديما الخيط كيكون على 3. واخا درت لكم هذا النوع ديال الفيديوهات راه غنبقى في السياق ديالي في نفس البروغرام ديالي اللي كنت فيه تماما. يعني الفصاله دائما غير هذه، وقت ما شي بياسه طاحت في ايدي غادي نشاركها معكم، هي ديال المعلم هي ديال الراندا. انا بعض المرات كنعطي البنات يعاونوني حتى في الراندا اللي كانت الخدمه كثيره. يعني هذه بغيت نشاركها معكم. هانتوما عمرت هذيك العوينه بجوج عوينات شفتوها. دابا غنضرب جوج وكننقز اللي قبل منها وكننقز اللي من بعدها، وعاد كنخدم العوينات ديالي عاديين. وكنعمر دائما ملي كنكون راجعه كنعمر ديك العوينه ديالي اللي خصني ندير فيها جوج عوينات باش يبقى عندي نفس العدد ديال العيون ديالي. دائما سيرتو مع المبتدئات كندوي دائما انت كتخدمي وكتحسبي شحال من عين عندك. بعض المرات كتزيدي عين او تنقصي عين، من الاحسن تكوني في الاول. كما كتشوفوا البنات ما بغيتش نطول عليكم الفيديو ديال الخدمه ديال الراندا كلها، وانا ديجا كندير لكم الخدمه كاينه في القناه. يعني كاينه الكوزات، كاين الدرس، كاين الملاقيه، كاينين هادشي كله. دابا انا معظم يعني المهم في الامر هو انني غادي نوريكم كيفاش الطريقه باش تموطيو هاد الجلابه. قلت لكم بانكم تبداو من الامام هو الاول، كتكملوه حتى الاسفل ديال الجلابه. بغيتي كديري فتحه وحده القدام كديريها، ما بغيتيش كتكملي حتى لتحت حتى كديري افتتاحات في الجناب. من بعد ما كتكملي القدام ترزيه حتى هو، تقدري ترزيه كما شفتوا الطرز ديال هنايا، الطرز ديال هاد الكويزات. انا راني درت ليهم كوزه طرزتها غير بالرباطي عاديه، وكوزه درت ليها 3 دويدات كما كتشوفوا باش يبان باش تبان الخدمه مغيره. هي هذه الجلابه ديالنا. من بعد كتمشي كتلاقي الكتاف ديال الجلابه بجوجهم، وكتجي لكم ديال الجلابه كتشد النص ديالكم النصف ديالكم، وكتبداي من هنا وكتمشي للوراء وكتعاوتاني كترجعي من هنا باش العيب ضروري كيبقى في الاسفل ديال الباط ديالك. هانتوما ومن بعد ملي لقيتها كلها درت ليها الضريس كما كتشوفوا، ها هو الضريس ديالها، وفي الكميمات ودرت ليها ضريس في الفتحه في الاسفل. هانتوما خفيف ها هو. ودابا غنوريها لكم على الماكه باش تشوفوا الجلابه كامله.